السلام عليكم، معكم محمود من قناة روى لايف. النهاردة الحلقة الثانية من حلقة كيس الجوافة. اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن أوكرانيا والناس اللي مصرة انها متعلمش اللغة الأوكرانية، ويقول لك هتخدمني في ايه ولا هعمل بيها ايه. النهاردة اتكلم على روسيا. في روسيا يمكن الموضوع انا عارف انه قليل، اقل شوية من أوكرانيا، لكن موجود. في ناس الروسي بتاعها ضعيف وهو مبسوط بيه ضعيف كده، اللي هو لو اي حوار باللغة الروسية طبيعي بين مثلا مراته اختها، مراته وحد من اصحاباتها او كده، ما يفهموش لانهم بيتكلموا بسرعة، هي بتكلموا ببطء. كلب هاسكي يعني. على فكرة حظي حلو مع الكلاب، اي حتة اروحها دايما الاقي ايه كلاب مثلا ايه يا تلعب معايا يا تكرهني يا تبقى عايز يعضني، بس يعني ايه دايما في اي حتة مشهور ان هي ما فيهاش كلاب او ما فيهاش كلاب ضالة، يعني في الشارع وفجأة ان في كلاب ضالة جاية عليا او تمشي قدامي، اشوف يعني كلاب بتهوهو عليا في كل حتة سواء بالحب او بالكراهية. المهم نرجع لموضوعنا. الناس في روسيا بقول لك في ناس كتير بتبقى مبسوطه بالمستوى الضعيف او الضحل بتاعهم في اللغه الروسيه، واي مستوى اعلى سنه من المستوى الضعيف او البسيط اللي بيتكلموا بيه مراته ما يفهمش. هنا بيت ظريف وفي كلب ظريف بيهوى. المهم نرجع لموضوع، فبتلاقيه هو ما يفهمش، بيبقى عندهم صعوبة في الفهم معظم الكلمات، لأن معظم مثلا كلامه الأساسي والبدائي مع زوجته أو مع زملائه في العمل حاجات أساسية وبسيطة، اللي هو روح اعمل كذا، هات كذا، قوم اقف ومش عارف ايه، وريني كذا، ده مش عارف ايه، مش نظيف، طب هتيجي الساعة كام بكرة، طب الدوام بتاعك انظامه. برضو بيت جميل اهو، يعني مش كل البيوت اللي هي يبدو ان هي خشبية او كده بتبقى ريفية او بدائية، لا لا لا، في مستويات حلوة. يعني بص جنبي ده حاجة لطيفة، يعني هتلاقي فيه ممكن المواطن العربي عموما بيحب الستايل ده، يعني البيوت المستقلة في ناس عايشة كده. طبعا في الخليج البيوت المستقلة ده مش غريب علينا طبعا، يعني في دول كتيرة مش بس في الخليج. نرجع لموضوعنا تاني، فنصيحتي انك ما تقعدش كيس جوافة سواء في روسيا ولا في اوكرانيا، مش عشان بتعرف تتفاهم مع زوجتك، عشان بتكلمك في كلام اساسي وبالراحة وبطء وما بتستخدمش كلمات صعبة، فيبقى خلاص كده انت عديت وبقيت بتكلم روسي وبتفهم. لاحظ ان هما بيتكلموا الروس مع الاجانب بالفاظ بسيطه، هما شعب ذكي في التعامل في الحته دي. لكن في حاجات طبعا هما مش اذكياء فيها، بس سيبنا من الحتت دي، خلينا في المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها. فما تعتمدش على كده، لانك انت شايف بعينك اي حوار طبيعي بتبقى زي كيس الجوافه، فما تكترش الجوافه في البلد. الجوافه اصلا طفحه في روسيا وفي اوكرانيا. دي نصيحه ليك، انا مش هخسر حاجه ولا اكسب حاجه، دي نصيحة لك انت، وانت اللي هتستفيد وانت اللي هتخسر لو ما عملتش بيها. حسن نفسك في اللغة الروسية، لو مراتك تاتارية او بشكيرية او شوفاشية او شيشانية، اتعلم لغتها القومية لو سمحت جنب الروسي. الروسي احيانا ما بيبقاش كافي، لازم مراتك تحس ان انت عارف كل حاجة في حياتها وتبقى جوزها بجد، علشان هي كمان تتجرأ وتتعلم لغتك وثقافتك وتبقى زوجتك بجد. ونختم بالمنظر الجميل ده. ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.